معكم الكابتن عزيز المنجي. يلا بينا نعمل تمرينات الخفسة الأرداف. عايز الفود ده يسلم اليوم الشتات اللي عندهم أرداف المنطقة دي. احنا هنعمل تمرينات خفسة لسد الأرداف، تمام؟ تعملها كل يوم لمدة ساعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. طبعا الرجل الثاني نفس النظام. هي دي التمارين تعملها كل يوم. لو عندك دهون في المنطقه دي، لو عملتها كل يوم لمده شهر هتشد المنطقه دي وهتخلي نسبه الحركه عندك تعلى. شكرا.